ساديو ماني الى بايرن ميونخ الالماني. من شويه سمعنا خبر انتقال ساديو ماني الى بايرن ميونخ الالماني. طبعا كلنا عارفين ان ساديو ماني لاعب مهم جدا في صفوف نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب السنغال. خبر انتقال ساديو ماني لسنه 2025، صفقه انتقال حر بين اللاعب السنغالي واداره نادي بايرن ميونخ الالماني. كلنا عارفين ان افضل ثنائي في تاريخ الدوريات الاوروبيه كلها والدوري الانجليزي ساديو ماني ومحمد صلاح. ممكن قريب جدا نسمع انتقال محمد صلاح الى برشلونه الاسباني. ده مش كلامنا، ده كلام محمد صلاح اللي ادى وعد بالفعل لاداره برشلونه الاسباني ان هو هينتقل الى صفوف برشلونه في الموسم المقبل. علشان كده بنقول ان الخبر المهم اللي احنا عرفناه النهارده انتقال ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي الى صفوف بايرن ميونخ الالماني. انا عندي احساس ان يورجن كلوب بسبب رئيسي جدا في انتقال ساديو ماني الى بايرن ميونخ، ودي الكلام اللي ممكن يكون محدش واخد باله له، واغلب الانديه واغلب وكلاء اللاعبين مش عارفين ان ممكن يكون السبب الرئيسي جدا وراء انتقال ساديو ماني الى بايرن ميونخ الالماني، واعتقد فريق مهم جدا وفريق كبير جدا في الكره الالمانيه والكره الاوروبيه. لكن هنرجع تاني نقول ان يورجن كلوب راجل الماني الجنسيه، ممكن يكون ساهم بنسبه كبيره جدا في انتقال اللاعب السنغالي ساديو ماني الى بايرن ميونخ الالماني. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.